السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة احباب الرسول تلمي اسمه، نقدم لكم قصة جديدة بعنوان هارون الرشيد والاعرابي. حكي انه لما دخل هارون الرشيد حرم مكة ابتدأ بالطواف، ومنع الناس من الطواف فسبقه اعرابي وجعل يطوف معه، فشق ذلك على أمير المؤمنين، والتفت إلى حاجبه كالمنكر عليه، فقال الحاجب: يا أعرابي، فقال يا أعرابي هل الطواف ليطوف أمير المؤمنين؟ فقال الأعرابي: إن الله سوى بين الأنام في هذا المقام والبيت الحرام، قال تعالى: سواء العاك فيه والباد، وأن يرد فيه بإلحاد من ظلم نذق من عذاب أليم. فلما سمع هارون الرشيد من الأعرابي أمر حاجبه بالكف عنه، ثم جاء الرشيد إلى الحجر الأسود ليستلمه، فسبقه الأعرابي فاستلمه، ثم أتى إلى المقام ليصلي فيه فسبقه فيه. فلما فرغ الرشيد من صلاته وطوافه قال الحاجب: ائتني بالأعرابي. فأتى الحاجب الأعرابي وقال له: أجب أمير المؤمنين. فقال: مالي إليه حاجة، إن كانت له حاجة فهو أحق بالقيام إليها. فانصرف الحاجب مغضبا، ثم قص على أمير المؤمنين حديثه، فقال: صدق، نحن أحق بالقيام والسعي إليه. ثم نهض أمير المؤمنين والحاج بين يديه حتى وقف بإزاء الأعرابي، وسلم عليه فرد عليه السلام، وقال له الرشيد: يا أخ العرب، أجلس هنا بأمرك؟ فقال له الأعرابي: ليس ولا الحرام حرمي، البيت بيت الله والحرم حرم الله، وكلنا فيه سواء، إن شئت تجلس وإن شئت تنصرف. قال: فعظم ذلك على الرشيد، حيث سمع ما لم يخطر في أذنه، وما ظن أحدا يواجهه بمثل ذلك، فجلس إلى جانبه. فقال له يا أعرابي، أريد أن أسألك عن فرضك، فإن قمت به فأنت بغيره أقوم، وإن عجزت عنه فأنت عن غيره أعجز. فقال له الأعرابي: سؤالك هذا سؤال متعلم أو سؤال متعنت؟ قال: فعجب الرشيد من سرعة جوابه، قال الأعرابي: قم واجلس مقام السائل من المسؤول. قال: فقام الرشيد وجثى على ركبتيه بين يدي الأعرابي، فقال له: قد جلست، سل عما بدا لك. فقال: أخبرني عما فرضه الله عليك. فقال له: تسألني عن أي فرض؟ عن فرض واحد أم عن 5 فروض أم عن فروض أم عن 17 فرضا أم عن 34 فرضا أم عن 94 فرضا أم عن 41 أم 41 فرضا أم عن واحدة في طول العمر أم عن 200؟ قال: فضحك الرشيد مستهزئا، ثم قال: عن فرض، فأتيتني بحساب الدهر. قال: يا هارون، لولا أن الدين حساب لما أخذ الله الخلائق بالحساب يوم القيامة. قال تعالى: فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال: فظهر غضب في وجه أمير المؤمنين، وتغير من حال إلى حال حين قال له يا هارون، ولم يقل له يا أمير المؤمنين، وبلغ منه ذلك مبلغا شديدا، غير أن الله عصمه من ذلك الغضب لما علم أن الله أنطقه بذلك. ثم قال له الرشيد: وتربة آبائي وأجدادي، إن لم تفسر لي ما قلت وإلا أمرت بضرب عنقك بين الصفا والمروة. فقال له الحاجب: يا أمير المؤمنين، أعف عنه وهبه لله تعالى لأجل ذلك المقام الشريف. قال: فضحك الأعرابي من قولهما حتى استلقى على قفاه. فقال له الرشيد: مما تضحك؟ قال: عجبا منكما، فإن أحدكما يستوهب أجلا قد حضر، والآخر يستعجل أجلا لم يحضر. فلما سمع الرشيد ما سمع منه هانت عليه الدنيا، ثم قال: سألتك بالله إلا ما فسرت لي ما قلت، فقد تشوقت نفسي إلى شرحه. فقال الأعرابي: أما سؤالك عما فرض الله، فقد فرض الله فروضا كثيرة، فقولي لك عن فرض واحد هو دين الإسلام، وأما قولي لك عن 17 فهي 17 ركعة في اليوم والليل،
وأما قولي لك عن 34 فهي السجدات، وأما قولي لك عن 94 فهي التكبيرات، وأما قولي عن 41 فهي الزكاة، الزكاة دينار من 40 دينارا، وأما قولي لك عن 1 في طول العمر فهي حجة في طول العمر، وأما قولي عن 5 من 200 فهي زكاة الورق. فامتلأ الرشيد فرحا من حسن كلام العربي ومن عظم فتنته، واستعظمه في عينه. ثم إن أمير المؤمنين أمر له 10,000 درهم، فلما حضرت له أما حضرت قال: حاجة لي بها. قال: فهل تريد أن أجري لك جراية تكفيك مدة حياتك؟ قال: الذي أجرى عليك يجري علي. ثم أنشأ يقول: هب الدنيا تؤتينا سنا، فتقدر تارة وتلذ حينا، فما أرضى بشيء ليس يبقى، وأتركه غدا للوارثين. كأني بالتراث علي يحثني، وبالإخوان حولي نائحين، ويوم تزرف النيران فيه وتقسم سامعين، وعزة خالقي وجلال ربي لأنتقمن منكم أجمعين. فلما فرغ من إنشاده تاوه الرشيد وسأل عنه عن أهله وبلاده، فأخبروه أنه موسى الرضي ابن جعفر الصادق ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين. وكان تزيى بزي الأعراب زهدا في الدنيا وتورعا عنها. فقام وقبله بين عينيه ثم قرأ: الله أعلم حيث يجعل رسالته، إلى أين المفر. هذه قصة تروى عن شاب مسرف على ناتيت إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه، فقلت له: إني شاب عاص لله، فدلني وانصحني. فقال له: أشترط عليك 5 شروط، إذا استطعت أن تأتي بها فافعل ما شئت واعصي الله ما شئت، إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. قال: كيف ذلك؟ لا أستطيع، لأن كل ما في الكون ملك له. فقال: فإذا أردت أن تعصي الله فخرج من أرضه. قال: كيف ذاك وكل هذا الكون منك لله؟ قال: يا هذا، أفتعصي الله وأنت تأكل من رزقه وتسكن أرضه؟ قال: هات الثالثة. قال: فإذا أردت أن تعصي الله فاذهب إلى مكان لا يراك فيه. قال: والله يرى ويسمع النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. قال: أفتعصي الله ويراك؟ قال: هات الرابعة، فإذا أتاك ملك الموت ليأخذ روحك فقل: أمهلني. قال: إنه لن يمهلني. قال: يا هذا، لا تعرف متى ستموت ومستمر على المعصية لله؟ قال: هات الخامسة. قال: فإذا أتتك زبانية جهنم ليأخذوك إليها فلا تذهب معهم. قال: إنهم لن يتركوني. قال: يا هذا، أتعصي الله وأنت أضعف من زبانيته، وأنت وزبانيته من خلقه؟ فقال الشاب: حسبي حسبي، وبكى ولم يزل يلازم الشيخ.